إيمادين ريفي رئيس مقاطعة بطالة. الهدف ديالها هو توجيه الشباب على القيادة الشخصية وكذلك كيفية بناء العلامة التجارية للشخص في إطار تقوية النجاح المهني. هذا اللقاء هذا هو كما تنقولوا دورات كوينية مؤطرة من خيرة المؤطرين على الصعيد الوطني في هذا الميدان هذا من أجل تشهيل يعني تأهيل الشباب للوجود في سوق الشغل. كيفاش كانت الفكرة أنكم ديروا هذه الدورات الكوينية؟ واش كان شي بحث قبل وكيف جمعتوا الشباب؟ بالطبع يعني اي دورات كوينيه تتكون يعني تنصب على العديد من المعطيات. المعطى الاول يعني كما تعرفوا مقاطعه بطانه هي اللي فيها لو طو ديال لو شوماج طالع بزاف، لهذا كان لابد باننا نشوفوا يعني شنو هما الخصائص اللي عند هاد الشباب من اطار واحد الدراسه ميدانيه يعني على سوق الشغل في مقاطعه بطانه، وغتأين بانه يعني تاهيل الشباب في هذا النطاق هذا لا سيما فيما يخص لي سوفت سكيل ديالهم باش يديفلوبيو واحد التطور ميداني وباش يمشيو يبحثوا على سوق الشغل يكونوا عندهم واحد المؤهلات ويكون عندهم يعني القدره باش يكون عندهم واحد التفوق بالنسبه باش يقدروا بروج لسوق الشغل. واخا واش كاين شي مواكبه من بعد هاد الدوره التكوينيه؟ بيان سيغ الدوره التكوينيه بدون مواكبه يعني ما تكونش عندها تكون فراغ من المحتوى ديالها، لهذا لابد هاد المواكبه تكون على صعيد المقاطعه البطانه لا سيما بمشاركات مع الشركات اللي تشتغل في هذا الميدان هذا، ويكون تتبع تقريبا يومي وما نقتصروش غير على هاد اليوم الدراسي الاول اللي كاين، يكونوا ايام دراسيه وايام تكوينات، يكونوا ورشات تكوينيه للشباب اللي باغيين سيرتو في بالنسبه اللي يكونوا يعني لو سي في ديالهم الطريقه باش يصيب لونتروتيان ديالو باش ما يمشي يولز سوق الشغل ولا ما يمشي يدوز لونتروتيان ديالو يكون عنده هذيك المؤهلات ويبرز هذيك المؤهلات ديالو ويكون عنده يعني واحد لو بورسونتاج ديال تقبل اكثر من وحده. نقول للشباب بانهم ما يحطوش يديهم يعني المغرب الحمد لله بالافاق ديالو المستقبليه والمشاريع بقياده صاحب الجلاله محمد السادس يديو يديهم في بعض ويكونوا عندهم الامل بانه بدون امل ما كاينش مستقبل. السلام عليكم، احمد السالمي استاذ التعليم العالي ومدرب في التواصل والماركتينغ علم التسويق كذلك القياده. اليوم احنا هنايا كنستجيبوا لواحد الدعوه اللي هي نتيجه ديال الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع ديال بطانه اسلا اللي الهدف ديالها هو تطوير المهارات ديال الشباب في التنميه الذاتيه في تطوير العلامه الشخصيه والقياده الشخصيه باش يمكن لهم يواجهوا التحديات ديال فرص العمل اللي هي كنعرفوا كاملين اصبحت اصعب فاصعب في الظروف الحاليه اللي كيعيشها العالم. فهذه مبادره دي الدوره الاولى اللي ان شاء الله نتمنوا انها تعمم في بلايص اخرين. وكيف قلت الهدف الاسمى هو ان هذا اللقاء كيكون لقاء اللي كيشجع الشباب يبحث مع راسته باش يشوف شنو هما المهارات اللي ناقصينو باش يقدر يواجه هاد الصعوبات هادو. هذا هو اللي كاين بالنسبه للفئه المستهدفه. هو الشباب شاب. يعني اللي ديجا يعني كريا لي زونتربريز ديالهم ولا حنا الهدف هما الشباب اللي هما يقتل عندهم الشركات ديالهم وعندهم مشاكل في البيع وباش يتواجدوا في السوق، لان السوق كيف كتعرفوا العمليه صعيبه بزاف وكاين منافسه قويه جدا، فالانسان خصو يتعلم كيفاش يواجه هذه المنافسه القويه في السوق باش يعطي لراسو واحد العلامه منفرده. وكذلك الناس اللي هما كيبحثوا على العمل اول مره كيخصو يعرف بان هو كانسان كشخص راه شركه بحد ذاتها، فلازم عليه انه يخلي الناس يعرفوا بانه متميز. اهم المحاور الرئيسيه اللي غادي يطرقوا لها فهاد المحاور الرئيسيه اول حاجه هو معرفه الذات، فالانسان خصو يعرف راسه باش يعرف شنو عنده وشنو ما عندوش وشنو خصو يطوره، لان فاقد الشيء لا يعطيه. داكور. ثم ثانيا الانسان يتعلم كيفاش يدير تقنيات انا كنحاول نترجم في راسي دابا كندير الترجمه، الانسان يعرف كيفاش يدير التاثير الايجابي على الاخر باش يقدر يوصل الاهداف ديالو، دونك لانفلونس تكنيك دانفلونس جيستيون دو مارك بيرسونيل، هذا هو الهدف، هذو هما النقاط الاساسيه. وان شاء الله غادي يكون تدريب كنتمنى تكون مواكبه. طبيعه الحال احنا هذا اليوم كامل فيه منه محاضره ومنه
اعمال تطبيقيه. دونك مفضل كريم ممثل شركه موكاري، هذه المبادره نهجتها مقاطعه بطانة وشركات خاصه، الهدف منها اعطاء المتكون مهارات وقدرات تمكنه من اكتساب شخصيه تتسم بالقوه والجرعه من اجل صرع اغوار تجارب مهنيه، اسهاما منها في المسيره التنمويه الشامله للشباب التي تعيشها البلاد بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. الشباب اللي حاضر معنا هو الشباب تم التواصل ديالو في لي ريزو سوسيو، وكذا الشباب اللي ديجا هو اللي كاين اون فورماسيون اللي تيقراو كو سوا عندهم لا ليسونس عندهم دي ماستر، وبغاو يدمجوا سوق الشغل وبغاو تكون عندهم واحد القوه الشخصيه اللي يقدروا يواجهوا بها يعني قطاع الشغل اللي الان متوفر عندنا كو سوا في جميع ميادين العمل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.